يعني قوة مصر الحقيقية شمانة في القوة الناعمة اللي بتمتلكها طبعا. وأيضا في عقول شبابها. أعتقد من أهم ما يميز قوة الدولة الشاملة فكرة التسلح بسلاح العلم والمعرفة. وإحنا في صباح الخير يا مصر اتعودنا دايما إن إحنا نسلط الضوء على نماذج وقدوة للباحثين الجامعيين تحديدا، لأن إحنا معانا دلوقتي باحثة نجحت في محو أمية 59 فرد ضمن المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار. أكيد قصص كتير جدا عاشتها شيماء محمد الباحثة بماجستير الصحة النفسية في جامعة سوهاج في رحلتها دي. خلينا نتعرف على هذه الرحلة من شيماء اللي معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير عليكي وأهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر. صباح النور عليكم، صباح الفل، صباح الخير على مصر كلها. شكرا لحضراتكم. هي بداية مشواري مع محو الأمية كان سنة 2015. نعم. كان في وفد من الهيئة العامة لمحو الأمية للجامعة، كان أول وفد ينزل، وفعلا كان في تشجيع من الهيئة واشتركت فيه. أول ناس اشتركت معايا كنت ساكنة مدينة جامعية للطالبات. حاولت أبحث عن الأميين، فعلا وجدت من العاملات أميات، هم فرحوا جدا والجامعة وفرت لي مكان ووفرت لي الأدوات بالتعاون مع الهيئه، وكان الحمد لله يعني اني بدا على ايدي اتعلم اميين، ومن هنا بدات الرحله معاهم. استاذه شيماء، يعني ما تاخديناش في الرحله على طول، لان انت بتعملي عمل اعتقد هو عمل وطني، وفكره اجره كمان كبيره قوي اللي انت تمحو اميه العديد من البشر، بتكلم على 59 شخص تحديدا. ايه السبب والدافع اللي خلاكي تعملي ده وحضرتك من اي محافظه؟ أنا من محافظة سوهاج. السبب والدافع، أول حاجة إن ده عمل تطوعي، وكان إن فكرة إن حد يقرأ، وإن إحنا في كلية التربية هدفنا القراءة والكتابة ومحو الأمية كمشروع قومي عظيم. بدأنا فيه الحمد لله، وزي ما قلت لحضرتك أنا كنت ساكنة مدينة جامعية، وفعلا حاولت أدور حوالي على إن حد أساعده، فوجدت العاملات الموجودين في المدينة الجامعية بسوهاج، وفعلا فتحت فصل في المدينه والحمد لله، وكنت الطالبه المثاليه لعام 2015. ما شاء الله. طيب حابه توصلي يعني ايه حلمك؟ ايه اللي نفسك تكملي فيه في الطريق ده تحديدا؟ هو هدفنا ان احنا اول حاجه ان احنا نساعد بعض. كحلمي انا يعني اتمنى الحمد لله على مشاركه الماجستير، المناقشه بتاعتي خلاص قربت الاسبوع الجاي، ربنا يكرمك. كل تسلموا ان شاء الله، مصر كلها معزومه على المناقشه. فنفسي ان شاء الله اكون دكتوره وشخص مؤثر في المجتمع ان شاء الله. انت بالفعل شخص مؤثر يا شيماء، يعني اعتقد انه يكون عندك الهدف ده وانت تبتدي تنفذيه بنفسك وتبتدي توصلي ان انت او انت كنت حريصه ان انت تنقلي علمك لأشخاص ما عندهاش القدرة إن هي تقرأ أو تكتب، أعتقد دي يعني من أكتر وأهم الأهداف النبيلة اللي ممكن حد يسعى ليها. أنا بشكرك جزيل الشكر شيماء محمد الباحثة بماجستير الصحة النفسية بجامعة سوهاج، ونتمنى لك كل التوفيق، ويعني هي عزمتنا كلنا بقى يا أحمد. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني بجد نموذج مشرف.